كنتش بكلم نفسي الوقت اكلم نفسي امتى؟ المهم عملت ايه في البنك يا ناس؟ المحل بتاعي ما ينفعش لوحده، ضمان للقرض كله يا حماده. بس الاستاذ حافظ قال على حل يا حماده. حل ايه؟ لا يا حماده لا، الحل ده انا لا يمكن اقبله. قولي يا جيجي حل ايه؟ تبيع لها المحل بتاعك سوري كده يعني، علشان المحلين يبقوا باسمها، تقدم هي على القرض، تدفع لك الضرايب والتأمينات، وبعدين كل حاجة ترجع زي ما كان. طب ما ده حل كويس. أنا لا يمكن أقبل إنك تكتب لي المحل باسمي، وإنت عارف ليه؟ لأنك رفضت ده قبل كده، يمكن ما كنتش واثق فيا، وأنا مش عاوزاك تعمل حاجة وإنت مضطر. أنت بتقولي إيه يا ناس؟ ده أنت الوحيدة اللي واقفة جنبي، كل الدنيا بتقطع فيا، حتى أقرب الناس ليا. أنا عمري ما هتخلى عنك أبداً يا حبيبي. ما كفاية حب بقى أنت وهو. مش احسن من الغراميات دي نروح نلحق الشهر العقاري عشان نسجل العقد، عشان المدام تلحق بكره تروح البنك الصبح وتقدم على القرض. مبروك يا إيناس، قصدي مبروك يا حماد. حمد وتزح من على قلبي. اسمحوا لي بقى يا جماعة، العزومة النهاردة عندي بمناسبة إن مشكلة حمادة خلصت خلاص، وإن شاء الله مفيش مشاكل تاني. أنا همسك لك حسابات المحل وهسدد لك أول بأول. كان جاموس فظيع، أنا مش مصدق أنا خرجت من الأزمة دي إزاي. المحل ده يا ناس لو كان طار مني انا مش عارف كان ايه اللي هيحصل. اتفضلي. اوعى تشيل هم طول ما انوسه معاك. طبعا يا روحي. الله، ده انا عايزه هنا. علاء حماده، ده انت ابن حلال مصفر، يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه يا راجل. جيجي صاحبة ناس مراته. اهلا وسهلا. ده علاء بيعز ابن عم البايظ. انا اللي بايظ برضو يا راجل، ده انا تلميذ في مدرستك. بقولك ايه، تعالى معايا عاوزك. في واحد صاحبي عايز يتعرف عليك، تعال بعد اذنك يا مداح. يلا تعالى. اذنك يا حبيبي. يا استاذ عاطف، حماده بيه ابن عمي. اهلا استاذ حماده، مرسي سعيدي. انا اسعد يا فندم. الاستاذ عاطف حشان راجل اعمال لبناني بس تقيل قوي بصراحه، بقى هو شاطر زياده عن اللازم، بقى له ساعتين بيفاصلني. والله مو اشطر منك يا علاء بيك. طب خلي بالك ما منه يا عاطف بيه، علاء ابن عم. بس لازم تعد صوابعك بعد ما تسلم عليه. يا راجل. يا حماده، الاستاذ عاطف حشان هو اللي هيشتري القصر. عن اذنكم. الو. ايوه خلاص طبعا. انت عارف يا حماده، نقول خوتاني في التليفون، ظروفها وحشه قوي هناك. ابنها الكبير هشام داخل كليه الهندسه قسم الطاقه النوويه، والمصاريف هناك 100,000 يورو في السنه. هتجيب منين؟ ما انت عارف. يا حماده، ايه مالك سهمت كده ليه؟ حماده اوعى تكون فاكر ان انا فرحان علشان هبيع له قصر. انا جاهز، انما اعمل ايه بس؟ وعاطف بيه بقى، يا ترى جاهز ولا لسه بتشاور عقلك؟ طبعا جاهز يا حماده بيك. هتدفع 15 مليون؟ احنا بعد ما اتفقنا. لا اتفقنا عاطف بيه، بلاش الشطاره دي. ومستعجل قوي كده ليه؟ والبيت هيطير. والله يا استاذ حماده، انا عندي رحله عمل كبيره كثير، بدي اطلع على تايلاند وسنغافوره، ورايح على كندا وامريكا، وبدي اعمل تحويل وانا هون، بدي مشان استلم القصر، وما عندي غير اربع اسابيع. اربع اسابيع؟ واحنا مش هينوبنا من الحب جانبي علاء بيه. اخس عليك يا حماده، هتاخد عموله في حاجه بتاعت اختك، ولا انت عاوز خليه رجل؟ اصلها مش رجل واحده، ده اربع رجلين، اتنين ليا واتنين لماما نونا. ولا ناسي ماما نونا. بيهزر بيهزر عاطف بيه، ما تاخدش على كلامه. ما شاء الله عليكم يا بيت عزو، كلكم شاطرين. بذمتك يا علاء، طالع بكام في البيعه دي؟ عيب ما تقولش كده، مش هنا. ولا انت جاي عايز تبوظ البيعه؟ ليه؟ ما نكشف ورقنا بقى. قبض كام في البيعه دي يا علاء؟ هو انا مش مفروض يبقى ليا عموله ولا ايه يا ايناس؟ يا ساتر عليكي، نبرك ده هو اللي هيبوظ كل حاجه. نبر ايه بقى ان شاء الله؟ ما خلاص المحل بقى بتاعك، وكمان سجلتيه في الشهر العقاري. ما انا كمان دفعاله 1,200,000 جنيه للضرايب وللتأمينات،
يعني ما خدتوش ببلاش يا قروبة؟ دي الأرض لوحدها بستة مليون غير المحل. طب اسكتي بقى، اكتمي اكتمي حسن يسمعنا. طب قوليلي، ناوية تفتحي المحلين على بعض امتى؟ لسه، واحدة واحدة، مش كله كده ورا بعض. بص أنا لسه ما وافقتش. طب استنى، طيب راح فين بس؟ يلا يا ناس، يلا جيجي. ايه اللي حصل؟ معلش الجو خانقني هنا. يا في ايه بس؟ مفيش، خدي بس جيجي وصليها وروحي انت البيت، وانا عندي مشوار كده وحصل. يلا. لسه ما وافقتش.